رفعت الراية البيضاء مشاهدينا الكرام، فتحت البوابات على بركة الله. اندفعت جاد 3 سنوات المتنافسة في هذا الشوط على مسافة الميل، وجاز سعد بهديبي رحمه الله من أهل دلم، واحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه. الاندفاع تبدأ من دويلان من الخارج في المركز الأول، محبوبة كابا من الداخل في المركز الثاني، في ظل متابعة من بقية الأسماء المشاركة في هذا الشوط. محبوبة كابا من المسار الداخلي الآن تتقدم قليلا، ودويلان من المسار الخارجي في المركز الأول الآن يتقدم في متابعة وملاحقة من بقية الأسماء المشاركة، وشاهد مسندي أيضا وأيضا بقية الأسماء المشاركة في هذا الشوط، شوط الميل. متابعين الكرام، الشوط الأول بجزئه الأول دويلان يتقدم بطولين كاملين عن محبوبة كابا صاحبة المركز الثاني، في حضور الآن من بقية الأسماء نحيت على ما يبدو من المسار الخارجي التقدم مدرك الميدان. يأتي الآن يتقدم من المسار الخارجي فيما يحاول دويلان المحافظة على المركز الأول من المسار الداخلي. أيضا مدرك الميدان يأتي من المسار الخارجي في ظل وصول عشيق المعالي الذي يتقدم بشكل مميز للمركز الأول الآن، يتقدم في 300 متر الأخيرة والخط المستقيم. متابعين الكرام، المنافسة القوية ما بين هذه الأسماء، التقدم يأتي بقوة لعشيق المعالي في منحيتي يحاول في المركز الثاني من الخارج، يتقدم نحيتي الآن في منافسة مثيرة ثنائية ما بين عشيق المعالي ونحيتي. المنافسة الثنائية منافسة قوية، نحيتي إذن على خط النهاية ينهي هذه المنافسة. ما شاء الله تبارك.